متابعة فقراتنا مشاهدينا لليوم ومثل كل نهار أحد مع أنيمال تيلز وبشارة. اليوم الحديث رح يتركز على موضوع الكلاب بالتحديد، أكثر إذا ممكن نعطيهم بعض اللقاحات اللي هي مفيدة لإلهم أمتين وكيف. أكيد التفاصيل مع ول. صباح الخير. صباح الخير لجميع المشاهدين. واليوم الحلقة تبعنا هي حلقة أنا كنت بحسها موضوع كتير بديهي، يعني بس الواحد يجيب اليوم حيوان على البيت من أحد الأمور البديهية اللي بيعملها أول شيء أنه بفكر كيف بده يأمن الحماية للكلب وللعائلة. ولكن تفاجأت كذا مرة صارت مع الناس كتير بيفهموا كتير مطلعين على موضوع الحيوانات بيقولوا لي أنه اللقاح تبع الحيوان، عم نحكي اليوم تحديدا عن الكلب، اللقاح تبع الكلب هو طعم بنسميه باللبنان، اللقاح هو موضوع منه منيح، مضر، لازم نتفاديه. ففي كمية معلومات على الانترنت كبيرة بتقول انه رأي ورأي معاكس. فحبيت اليوم استضيف معنا دكتور الياس نقولة مشان اسأله عن هذا الموضوع ويطلع لي جواب من اخصائي بموضوع اللقاح عن الكلاب. صباح الخير دكتور. صباح الخير بشارة، كيفك؟ أول شيء بدي أسألك سؤال على طول بينسأل، الطعم عند الكلب هو بينعمل تنحمي الكلب ولا تنحمي حالنا ولا كيف بتصير؟ الطعم أو اللقاح عند الكلب هو أو عند اللبسين ومعمول ليحمي الكلب وليحمي ببعض الأمراض الإنسان. هو الطعم بيشمل كذا مرض، معدله تقريبا 7 أمراض أو 6 أمراض بيشملهم اللقاح، منهم مثلا طعم الكلب، والكلب هو مرض كمان بينتقل للناس، والصفيرة هذا كمان طعم مرض بينتقل للناس. يعني اللقاح بيساعد 2. هذا اللقاح في يعمله حيلا انسان ولا ضروري يكون طبيب بيطري عم يعمل اللقاح كل مره؟ ضروري يكون طبيب بيطري، لانه اصلا اللقاح بده يوصل عبر شرك الادويه للطبيب البيطري، بده يوصل بطريقه معينه وبطريقه محفوظه معينه، وفي طريقه تعامل مع الطعم الطبيب البيطري يتدرب عليها ليقدر يطعم الكلب. دكتور الياس هلا وفي في شهاده خصوصيه كمان بيعطوها خاصه لطعم الكلب، غير شهاده الطب البيطري، ليقدر الطبيب البيطري يطعم طعم الكلب فوق الطب البيطري. قد ما هيدا الطعم خطر. طب معلي، نحن هلا بلبنان وبنعرف انه بلبنان في اوقات استثناء لكل شيء. بنشوف بالحياه اليوميه انه حدا مثلا مارق لعند الطبيب البيطري مستعجل ويلا معلي انا بعرف اعمل ابره، بدي اخذ الابره انا طعمه للكلب. في خطوره اذا واحد اخذه تنعتبر هذا الزلم عم ياخذ الطعم، حطه برده انتبه له وصلوا عمل له ابره هو لكلبه، هو مش عم بتاجر. عم بعرف انه قانونا ممنوع واحد يعمل طعم يتاجر فيه اذا منه طبيب، بس تنعتبر واحد فرد. هلا قانونا الطبيب البيطري ما بحق له يسلم طعم كمان. هلا اذا بدنا نعتبر انه سلم طعم بحالات استثنائيه، هذا الطعم مش معترف فيه قانونيا، يعني ما بحق له قانونيا الطبيب البيطري يمضي او يختم على هالطعم ويقول انه هو مسؤول عن هالطعم اللي انعمل، لانه مش هو عامله بايده، لانه مش عامله بايده، لانه ما في يضمن انه انعمل مزبوط، ما في يضمن انه حافظ على الطعم طريقه جيده كمان صاحب الكلب. وهل يا ترى في خطر على الكلب بهالحاله اذا انعمل الطعم؟ يعني في حالات ممكن الطبيب يرفض يعمل فيها طعم للكلب ولا على طول تلقائيا ابره وفل الكلب بكون؟ لا في فحص عام قبل كل شيء، بده يكون صحته منيحه، لانه نحن بالنهايه وقت نعطي الطعم عم نشغل جهاز المناعة عند الكلب، بدنا نشغل جهاز المناعة بده يكون صحته منيحة، وبده يكون أدوية معينة ما عم ياخذها الكلب، بده يكون عمر معين، في أشياء كذا شغلة بده ياخذها بعين الاعتبار الطبيب قبل ما يطعم، ولا الطعم ما رح يكون فعال ولكنه ما طعمنا. وأوقات الطعم بده يأذي ساعتها بهالحالة، في حال كان محرور مثلا الكلب، أو في حال عنده المرض اللي نحن عم نطعمه ممكن تتفاقم عنده، أو في حال عنده هالمرض تنقول الطاعون عم نطعم للطاعون بدها تتفاقم هالحالة تصير. طيب هلا هون بدي اسالك سؤال تنفوت على موضوعنا الاساسي اللي هو هل الطعم شيء ضروري ولا لا؟ اليوم الحيوان يلي اجى لعنا على البيت وفي ناس بنعرف اني ضد فكره الطعم من اساسه. اذا الكلب ما طعم مع الوقت مع العمر لحاله لانه عم ياكل ولانه ردع من امه ولانه اهتمينا فيه وطعميناه ماكولات معينه، ممكن تزيد المناعه عنده ويصير فجاه عنده مناعه مع العمر يصير عنده حمايه من امراض؟ لا هلا في اشياء بتصير هيك، بس نحن ما فينا ناخذ كل حاله بحالتها، وبطل نقدر نحن كاطباء بيطريه وكوزاره زراعه وكدوله نقدر نتابع الموضوع هيك، بده ينحط بروتوكول معين بيمشي على الكل هيك تنضمن الصحه العامه وصحه الحيوانات. يعني نحن ما فينا نقرر هيدا الحيوان بالطعم هيدا لا،
كيف بدنا نعرف بعدين؟ بصير في ضياع. الطعم بده يكون شامل. هلا تنقول مثلا المناعه اللي بياخذها من امه الكلب، المناعه بتدوم جمعه جمعتين بعدين بتروح من بعد ما يوقف رضاعه. هي ايه، ما لنا مناعه دائمه هيدي مثل حتى عند الانسان. أوكي. الطعم باول مرحله بينعمل كذا بروتوكول لقاح، بعدين بده يرجع ينعاد كل سنه. هلا هون عم بيصير السؤال، هون بيصير مثلا هل لازم ينعاد اللقاح كل سنه او لازم تطول اكثر كل 3 سنين؟ ايه هيدي مهمه. ايه هلا الاكيد، هلا في حالات مثلا من طاعم مثلا عمر سنتين بيتعرض لحاله طاعون او شيء بيشبهه، مثلا بعد 3 سنين وهو مش مطعم بيكون محمي، بس وبهيدي معناتها انه جهاز المناعه عنده اشتغل على 3 سنين، بس ما معناتها رح يتطبق هالشيء على كل الحيوانات، مشان هيك لازم يطعموا كل سنه. طيب بس بدي افهم شغله، اليوم الناس اللي بيعارضوا موضوع الطعم بيقولوا اجمالا انه الكلب في نوعين، في ناس بيعارضوا الطعم نهائيا. أي. يلي هي بيقولوا انه الكلب لحاله بيكتسب مناعه. في ناس بيقولوا انه الطعم هو شيء اخترعوه الاطباء البيطريين، انا طبعا هذا الشيء ماني مقتنع فيه، بس بهمني نفهم شو المتداول بالبلد يعني. في ناس بيقولوا هذا الطعم اخترعوه الاطباء البيطريين كطريقه يطلعوا فيها مصاري سنويا من العالم، بالوقت يلي الطعم مكتوب على العلبه تبعه، مثلا تناخذ الاكزامبل تبع طعم الكلب مكتوب على العلبه تبعه انه هذا كل 3 سنين بينعطى جرعه. في هون شغلتين، في عنا اول شيء هذا الطعم يلي يقال انه لازم ينعطى كل 3 سنين وعم ينعطى كل سنه. وبالمقابل في عنا كلاب عم ياخذوا الطعم كل سنه وبس ينعمل لهم فحص دم ببين انه ما عندهم مناعه، ما عندهم المناعه ضد مرض الكلب. فهيدا فيها تناقض. بخصوص اللي بيعارضوا الطعم او اللقاح كليا، هيدي صارت طريقه تفكير معينه، يعني انا ما فيني امشي فيها صراحه، لان ما في بدنا شيء طبي، بدنا شيء علمي يجي ورا هالشيء. انا ما فيني اعرض حياه العالم والحيوانات لخطر لانه عم بيقرروا انه هذا الطعم منه مزبوط، وهيدي مش شغله مزبوطه ابدا. هي بالنهايه لنرجع على موضوع الكلب، وقت اخترعوا طعم الكلب كانت ثوره طبيه هيدي، لانه كان هذا المرض شائع بكل اوروبا. هلا اذا ما بنقول انه مثلا في بلدان خاليه من الكلب مثل اسكندنافيا وانجلترا، هودي كلهم من وراء الطعم، من وراء المطعوم اللي عم ينعمل، تم القضاء على الكلب نهائيا، من وراء المطعوم. شيل المطعوم رح يرجع الكلب تلقائيا. وهون بلبنان نفس الشيء. هلا نحن في اشياء، هلا بخصوص اللي بيقولوا مش لازم يطعم كل فتره كل سنه او ايه، في ناس بوقفوا حتى عمر سنتين بصيروا ما بقى يطعموا الكلب خلص. هلا هون هيدي الاشياء عم يشيلوها يعني من الانترنت من غير بلدان. يعني مثلا تنقول النرويج بلد خالي من طعم الكلب، من مرض الكلب. الدوله بتقول بتطعمه مره كل 3 سنين. طب هيدا الشيء ما فينا ناخده مثل ما هو نطبقه على لبنان اللي موجود فيها المرض. يعني هونيك فينا نخفف طعومة الكلب لانه ما في كلب. في بلدان ما بتطعموا للكلب نهائيا؟ لا ما في هيك. ما في في كل 3 سنين. حتى بالبلدان الخاليه من الكلب بتطعموا كل 3 سنين وحسب كل بلد. يعني انت اذا جاي من لبنان عندك كلب بدك تروح فيها اوروبا، قانونا وغصبا عنه للشخص اللي عم يقرر انه ما بده يطعم كلبه، اذا بده يروح على اوروبا مجبور يكون عنده طعم اقل من سنه عمره. ومجبور يعمل فحص دم فوقه. ومجبور يعمل فحص دم ليبرهن انه هالطعم اللي صار له اقل من سنه خلق مناعه عند الكلب. معناتها شوف قد السلطات الطبيه باوروبا او حتى بلبنان مش مأكدين، بده يتاكدوا 100% انه هالطعم نعمل كل سنه مره، وحتى مش بس نعمل كل سنه مره، عطى مفعول، لانه قد ما يعطي مفعول. طيب دكتور إيلاس معلي، ما زال هالطعم عم ينعطى سنويا، في كلاب ما بينت عندهم المناعه بالرغم من الطعم هيدا. ايه. شو السبب تبع ما تبين المناعة؟ مشان هيك بيعملوا فحص الدم بحالات معينة، لأنه أوقات بينعطى الطعم بيكون في مرض معين موطي المناعة، أوقات الطعم بحد ذاته بيكون غير صالح، في حالات معينة بتخلي هالشيء ما يشتغل. يعني احنا بهالحالة إذا عملنا الطعم سنويا بدل 3 سنين بنكون عم نخفف برأيك الشانس إنه يكون بتزيد نسبة المناعة؟ ايه وبتخفف. هلا يمكن مثلا عم تعمل مرة لواحد يكون أصلا عنده مناعة ما كثير تفيده، بس أغلب الأوقات عم تفيد. في ضرر له اذا عمل فاكسان زياده عن، يعني اعتبر هو محدود بلبنان البروتوكول حسب ما شرحت لي قانونا المفروض ينعمل كل سنه سنويا. هيدا حسب القانون اللبناني، لانه احنا بلبنان في عنا موجود مرض الكلب، لانه في قانون طلع بهالنطاق، هيدا قانون صوتوا له بمجلس النواب ومشي هلا بده يتطبق. ايه وبيش بيقول هالموضوع هيدا لحين يختفي هالمرض من لبنان بيتغير القانون ساعتها يمكن نعمله 3 سنين. لبنان بلد كمان حدوده مفتوحه، ممكن يفوت من غير بلد يرجع يجي. هون سؤال ثاني، في عندنا عوارض اما مشاكل ممكن تنتج
عم نحكي هلا طبعا ما في شيء بالدنيا بلا مشاكل، بس مشاكل منطقيه ممكن تنتج من الطعم السنوي بدل ما نكون عم نعمل طعم كل ثلاث سنين. هلا هي نفس المشاكل بتنتج من الطعم السنوي او ممكن نعمل ثلاث سنين او ممكن نعمل كل اربع سنين، يعني من هي في ابره يمكن تعمل شويه حساسيه، يمكن تعمل شيء معين. في حالات نادره جدا بعض الدراسات عم بتشك انه اذا عملت على فتره كثير طويله الابر، يعني مثلا لعند السنينات عند القطط بس مش عند الكلاب، بالعمر الكبير بيعملوا نوع تيومر بالرقبه محل السايت تبع الابره، بنجبر نستأصلها. بس هيدي حالات نادره جدا، يعني ما فينا نتكل على هيك حاله لنقول انه ما فيني طعم المسنين تبعي. طبعا بيجيني كثير حالات مثلا بكون بسينات طعمت هي وصغيره بالعمر، قطع عليها سنتين ثلاثه مش مطعمه، اجوا هالاصحاب البسين لقيوا بسين على الطريق مثلا جابوه تبنوه شفقوا عليه فوتوه على البيت، هالبسين حامل مرض، عادل البسين اللي عندهم اكيد عادل البسين اللي عندهم لانه ما مطعم. هلا هي بالنهايه خبريه احصائيات، يعني الواحد اذا بده يطلع على الارقام في عنده بكون الارقام واضحه جدا، الارقام واضحه بالنهايه ما في شيء بلا نسبة اللي بيعيشوا مطعمين اعلى بكثير من نسبة اللي ما بيعيشوا مش مطعمين. ممكن ما في شيء بالدنيا بالنهاية ما في ريسك يعني. ايه دكتور الياس انا بدي اشكرك انك طلعت معنا اليوم على الهواء. شكرك. موضوع الطعم هو موضوع ضروري لكل حيوان عندنا بالبيت، هذا ما هو موضوع رأي، هذا موضوع علمي، يعني الواحد ما في اليوم يكون عم يعطي رأي في قدام دراسات واضحة. طبعا ما في دراسة بالعالم ما بتتطور مع الوقت ما بتتغير. دراسات كلها مع الزمن ممكن تتعدل، بس لهلا نحن الاكيدين منه انه بالوضع تبعنا بلبنان نحن بحاجه حتى نحمي نفسنا ونحمي حيواناتنا لطعم سنوي. شكرا للمتابعه وعوده لعند غاده. مرسي بشارة على هالمعلومات، اكيد معلومات جدا مفيده ضروري يلي عندهم حيوانات بحبوا انه يتابعوا كل هالتفاصيل تيحافظوا على حيواناتهم. نحن رح ننتقل لحتى نتابع مزيد من التفاصيل مع شيف محمد يلي عم بيرافقنا اليوم وفقراتنا مع رشيد ملح. مشاهدينا بلشنا نحضر الكريمه، عملت كريمه خفقتها ورجعت ضفت عليها القشطه. القشطه كنت معلمكم انا قبل بمره كيف نعملها، بنغلي حليب على النار، بنرجع بنضيف عليه كوب من اللبن او فنجان صغير من الخل الابيض، وبس يجمع على بعضه بنشيله بنخلطه مع الكريمه بيصير بهالشكل. الاسمليه حطيناها بالوقت تقريبا 10 دقائق بالفرن مع سمنه، وبنرجع بنبلش نصف عليها بهالشكل. اي فواكه عندكم؟ هي مع التين اليوم، وعملنا اناناس مع، قطعنا اناناس مع القشره بهالشكل، ورح نعمل قسم تاني كمان بدونه، رح نعجل فيها نخلصها لنبلش نعمل الثوم اللي فيه كتير بدهم يعرفوا كيف نعمل الثوم. بهالشكل هيدي العسملية بدأ لنا يا اما سمنه، واذا بتفضلوا الزبده فيكم تحطوا زبده محل السمنه تدعكوها معها. بنرجع نحطها، في اشخاص كثير بيحطوا عليها شيء صينيه ثانيه بيضغطوها فيها لحتى تكمش على بعضها مزبوط وتصير جاهزه شكل واحد. كمان ممكن نضيف اي نوع فواكه عندنا، رمان، كيوي، مانجا، اناناس، كله بيعطي نكهه طيبه وشكل. هيدي صارت خالصه، اذا بدنا نضيفها على وجهها بنضيف يا اما عسل او شوي قطر خفيف، بنرش عليها قطر خفيف وبتتقدم بهالشكل. هيدي العسملية صارت جاهزة، رح نيجي نحضر توم. بدنا معدل راسين توم بنقشرهم، بنحط معهم اثنين زلال بيض وبنخفقهم لينعموا مزبوط مع بعض. هيدي اضبط طريقة، كثير منهم بغشونا بيعملوا نشا مطبوخ بحطوه مع الثوم بيطلع مش طيب، هيدي اضبط شيء، ثوم، زلال بيض، زيت نباتي، رشة ملح وعصرة حامض صغيرة. بلش حط زيت بهالشكل، خيط
بتشد على بعضها. بعد ما تشد برجع بحط لها رشة ملح. في أشخاص بيضيفوا عليها حامض البودرة بيشدها أكثر. وبعد ما تكمش بحط لها شوي مي باردة. إذا بدكم تستغنوا عن الحامض فيكم تحطوا رشة خل صغيرة معها. بنضل نحط زيت لتكمش معنا على بعضها مظبوط 100%. بتصير مثل اللبنة. وما تخافوا إذا فرطت أوقات نحن عم نشتغل فيها بنرجع بنفضي المكنة بنحط شوية ثومة صغيرة وبنبلش نحط الخليط اللي فرط فوق منها بيرجع بشد وبيمشي حاله. فإذا ثوم عدل راسين، اثنين زلال بيض، نص لتر زيت، إذا بدكم عصرة حامض أو شوي من الخل ورشة ملح. شفنا كيف بلش يتغير صوت المكنة، بلشت تلف على بعض أكثر. صارت حتخلص تقريبا. هيدي رح نطفيها. شفنا كيف صارت بهالشكل. هيدا الثوم، رح نحط ملح وعصرة حامض وبنحطه بالبراد، ممكن يقعد بالبراد اسبوع لعشرة ايام. رح ارجع عندي غدا. شفت كيف الثوم؟ شفت تفاصيل اكيد سهل. سهل سهل التحضير. يعطيك العافيه شيف. مشاهدينا خليكم معنا، رح ناخذ كمان مره بريك ونرجع نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح.